عليكم خوت. تحية طيبة للجميع. وشتي وتبارك الله خير ديال سيدي ربي. انا دابا في حدا المسجد ديال الحسن الثاني ما بين المسجد ومارينا مول. وهنا كيكونوا البلوكات كاين الصخر وكاينين البلوكات على اليمين. جيت مارينا مول راه لابس البونشون على الشتا حطيت الطوموبيل لهان دونك غادي نشوفوا البحر كيداير. انا جاي باش نشوف البحر. اذا احنا قربنا كاين الريح بزاف ماشي بزاف ولكن فهمتي كيخربق يعني الريح غادي يفزقني. المسجد كيبان لكم ضبابه بزاف الشتا كثير وكتنشنش. غادي نشوف شي باساج نهود منه باش نشوفوا هذا العجب ديال البحر. ها هو البحر غنمسح لكم هاد لاكام هانتوما شوفوا البحر كيداير. بحر مخربق ومرسل مزيان اللي كيقلب على الصداع يهبط ليه. واحد جيب قسمه واحد جيب قسمه كيصيد شيه جيب قسمه باغي يصيد في هاد لي كونديسيون. لا اله الا شنقول لكم. المهم انا غادي نهبط دابا جايب قصبة باش يصيد في هاد البحر كاين الدرعي يا الله غنمشي حتى لهين ان شاء الله. راه لابس الصندالة ديال الميكان داكشي ديال في ميزون. الموج ديال كازا راه بالنسبة للمملكة كاملة قال لك غادي الموج كيتراوح ما بين 4 متر حتى 6 متر. هاد الموج اللي كيبان ليا اليوم جاب الله المارية مقجوجة يعني ما كايناش ماريوت وماري باس. هاد المارية مارية مقجوجة بزاف ما كيدخل ليا لعيني يعني دابا البحر راه هربان. إلا كان هربان كيطيح شوية كيتكالما. أما كون كانت مارية كبيرة والبحر مطبل غيفرقع مزيان علينا سبحان الله العظيم يعني ربي كيلطف أي حاجة. انا ننزل من هنا باش نتم غادي حتى جيت مارينا مول نشوفوا داك الباساج كي داير. دايرين الحجر والله نتم غادي مع الجناب حتى جيت البلوكات نشوفوا دوك البلوكات ان شاء الله كي دايرين. السلام عليكم خوت. حر حر محيح لكن الشتا كترش فاس يعني غادي يبان لكم كوران غادي يبان لكم كلشي. شو الكورون كيداير انا حاول نهبط ومازال غادي نمشي مازال غادي نمشي الراس على اللي من جهه مارينا مول. شو البحر كيداير شوف ما فيش ثقه بتاتا. شوف 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 شو تلاش كرش رسله خايبه تاع البحر موسخ شوي شوي كلاس الكاميرا. هنا كاين واد مخربق كيضرب شويه هنا شويه كيجر هنا كيهرسو انت لهاد البلاصه. شوف شوف ما فيش ثقه كاع البحر. انا مازال نمشي ان شاء الله مازال نمشي قود راني صرصر ميت خليا شويه الماء هنا كنحسب صدري بزك ما عنديش تبديله ما جيبش معايا تبديله في الطوموبيل. كنت غادي نجيب البيكالا ساعة كان خصني نمشي لبريكولاج ناخذ واحد البيل واحد البالا على ود تريب ساعة ما لقيتش هذاك الشيء اللي بغيت غنكوموندوها سيور انترنيت كاينه ديسبونيبل غير في لو ستوك. ايوا على مولانا ها البحر كي داير. راه كانوا شي رياسلين باغيين يصيدوا دايرين سيرف كاسين وما تعرف رزقهم فين يكون ولكن هات له حبلوما هنا ما غاداش تلصق في الارض بتاتا واخا يكون مصيد صخري كيكورون بزاف بحر يعني ما انت شوش شوف شوف بحر كي داير. شوف هاد الموجة دابا يهرسو كي غيدير. شوف البحر موسخ البحر موسخ شتي علاش كيهرس. انا نمشي ان شاء الله حتى الراس كاين ما يدار في الحياة مشي والله. هاي موجة أخرى أها هذا هو الضحك الخايب خصني نسد البونشون من الجناب
اجيب شكاره شكاره ايطونش ولكن ايطونش على الشتاء ماشي ايطونش على الموج ديال البحر. راه نمشي ان شاء الله حتى الراس ورجع شي لاول قداش وتا الجو مضبب حتى الشتيوا الجو مخربق بزاف يا رانا شراي انداريه ايوا على مولانا. انا نمشي لراسي ان شاء الله ونشوفوا شنو كاين. هاي لاول جاي هاي جاي ولكن هادي جاي غير صغير. راه قلت لكم كيف ما قلت لكم راه يعني هاد العاصفه راه عندها الزهر ان البحر الماريه مقجوجه والبحر هربان. اما كون كانت ماريه كبيره وكان البحر مطبل الصباح واش نقول لك راه الغضب ديال الله غادي يبان لك في البحر باق. هاي لاول شو كي كتهز شوف كي كتهز هي جايه هي جايه تهز وغادا تردخ في الحجر. شوف الفوق القدام راه بدا كيبان شويه البحر ولكن صافي هذه حبسات ما غادير والو. راه شوف الموج تبارك الله السجيد ما بقاش كيبان صومعة حسان ديال كازا هادو دوك لي ريزيدونس ديال المول. ها شوف شي دابا البحر رسل ها هو جاي مرسل دابا شوف جي هاجم دابا شوف اش غادا دير هاد الشيء شي هاي وحده اخرى توالا غنشوفوا لهي ثاني البحر شنو داير جيت المول. تحيه الخوت السلام عليكم. البحر جيت ورا هاد البلوكات راه مارينا مول الفوق طافو هاد اللعيبه لا شو البحر اش داير شو البلوكة قداش البلوكة راه نبان حداها صغيور تبارك الله ما عرفت شحال فيهم الطول ولهين شوف شوف كيف كتبان البحر ما تيقش فيه ما تيقش فيه بتاتا. شوف المونج ديالو واش نجيب التليفون حيت الشتا بزاف قلت نصور ضروري بالكاميرا. هاي رسلة جاية البحر باقي طايح شويه. انا رجع بلاصتي القدام ولا غادي نتم غادي مع الباساج ان شاء الله وندير لكم فيديوهات الدجاج. واش كيدير شوف البحر موحش شو المون اش كيدير على البلوكات ديال المون حجر ديال المول. شوف ديك الموجه اللي غاده شوف هاد الموجه اللي غاده شوف اش غادي دير سيري 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 فرجينا فرجينا واه ويلي 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 تبارك الله شفت علاش ترسل بحال خايب بزاف ماشي ديال الصيده.
تنشوف شي بلايصه اللي زوينه شويه نطلع في الحجرات ونصور الماء قدامي ونقدر نمشي حتى لحدا المسجد كاع كاين ما يداه سلكنا الساحه كاين وندوز من هنا هاد البونشون الا ما حطيتيش معاه كيتشرك وكيتشرك هاي جاي واحد الموجه باغا ترش لا تمشي من هذيك ساهله نمشي من هذي اوبلا حطي ديال شي شوفوا البحر شوفوا البحر شوفوا البحر كاين حتى الريح هاد الموكات دونك انا غادي نرجع بلاصة تكون أمنة راه مازال ماشي توالات إلا جات توالة راه توالة جاية من الداخل راه مخصيش نوقف هنا كاع بحال مهرسو المارية مقجوجة أما تكون المارية كبيرة يا سلام نسوي كلاس مع الكاميرا هاي ديك توالا جاية غادي نرجع في حالاتي غادي نرجع في حالاتي هادي كتزلق هادي ما كتزلقش هادي ما كتزلقش من هنا هادي ما كتزلقش اطلع الحائط دابا حنا في مكان آمن كون كانت المارية كبيرة إلا كانت المارية كبيرة وكان البحر معمر هنا وما نوقفش غادي يضرب الموج غادي يضرب مع الحيط مع الحيط غادي يلصقك مع الحيط مازال الحمد لله المارية مقجوجة شوية والبحر مخلوض ولا مضارب غير مع راسه يعني ترول البحر ولا مرول مبقاش آليس الموج لداخل تبارك الله كديرين بحر ديال الكاياك هذا راه حتى جيت سكي ما تدخلش فيه جيت سكي ما تقدرش تدخل شوف شوف تبارك الله شوف 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 الموج اللي غادي تقعد دابا شوف شوف الموج اللي غادي تقعد شوف 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 هاي شوف شوف غادي شوف شوف ويلي 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 شوف شوف موج ديال القلب انا باغي شي موجه فهمتي ديك بيغ ويف ديال هذيك فقط جمع موبل لاحظتوه يعني كي 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 كيوجد حتى كيبريباري الداخل وكي كيهجم بها شي حاجه دابا هاد الاول دابا بحال قال جو حيت مهرس بحال طيح كون ما كان طيح السيكوريتي مسكين واقف في البرد الله يحسن العوان كل واحد صعيب يعني الانسان باش يقلب على رزقه صعيب شويه لا اله الا الله نشوفوا البحر السلام عليكم شريف بخير شوف البحر هو حتى اللي راه طاح دابا دار طيوح دار طيوح مازال غادي يعاود الثاني يتهز كرش عرشات خفاف لا بطل بس اش كاين من مين ما عرفتش شنو هذا اذا تابعني الطريق كل كوران كل كوران بحر في الكوران شوف شو الكورون شوف شو الكورون هنا شوف شي ولكن هنا الصخر هذاك الشيء هو اصلا طايح البحر شويه مازال غادي نمشي جيت المسجد وغادي نشوفو ثاني البحر اش كيقول تما انا مهرسو الحجر ملي كيبغي يضرب كيتخشى تحت الحجر صافي ما كيبقى ليه جهد ها هو الشيء راه كيرجع كيولي مضربه مع راسو البحر يعني هاد التقنيه ديال هاد لي تريبوتي فعاله تجاه البحر الخوت فيما يخص لي فيديو ان شاء الله غادي نبدا ندير دروس في المنزل وغادي نبدا نلوحهم لكم ان شاء الله في يوتيوب خديت نيت واحد الكاميرا لا ماشي كاميرا
خديت واحد سميتو ميكرو هذاك ديال الانترفيو اللي كينسق هنا بالفيليل كيخدم بالواي فاي وخديت جوج. شوف شوف خديت جوج. الا كان شي ديسكوسيون بيني وبين شي صاحبي بغيتو تسمعوا ان شاء الله تكون الهضره قريبه ماشي بحال دابا كنغوت طول الحال. التسميطات الا لقيتهم كنجمعهم بشرط يكونوا خدامين كنحتاجهم في الصيده بحال دابا هادي ما عرفتش واش باقا خدامه ولا لا. هادي عندي سيستم شكل ولكن عمرت يديا صافي نمسحو لاكام هاي وحدة جاية حمل هين كاع مزيانة او شي دابا هي الرسلة تما جاية او جاي مرسل حتى والو شوف دابا الاول بحال مخربق كيضرب بعضياته هنا بواحد التريونغل كيبقى يخبط شي فشي كيبقى يخبط بعضياته. غنزيد مازال قدام وانا معاك عرفتو الخوت وضربت واحد الموجه يا سلام ولكني كنسحب الكاميرا خدامه هي راه مود فوتو. شوف بحال كيمكشكش شوف شوف الداخل شوف شوف الداخل شوف عرفتي بعدا غير المول المول كياكل العصا كياكل العصا القدام. شوف لقيت واحد المونتاج ديال الصنور فيه هاد السيستم وفيه هاد الامريون هنايا وفيه هاد السلك وفيه هاد الامريون تريبل امريون بالعقيقات ديالها بحال ما فيش تاك. كيف ما قلت لكم كون كانت الماريه كبيره راه قبيله وانا كنهضر وكنسحب راسي دير كاميرا زعما دير والو كون كان كون كان الماريه كبيره واش نقول لك غادي يفرقع على البحر شي تفرقع عاد شو هاد شو هاد هادي دازت خفيفه البحر مرسل بزاف يتلاح شي واحد هنا صافي ما عنده منين يخرج ما عنده منين يخرج في كازا كامله بقى تما غادي 1000% غادي يتخشف هاد الحجره يتخشل تحت يتردم لقدام سواء يتردم هنا ولا يتردم لقدام يهزل فين ما بغى. اما باش تقول لا نمشي شي بلاصه زوينه فيها الطيوح ما كاينش يا معلم تجيت سكي هنا وما يخرجش جيت سكي وما يخرجش. شوف بحال كيداير ملي كتجي كتجي الموجه كتجي مسطره انا يعني هادو هما البصايد اللي كيصيدوا فيهم الدراري ديال المارينا مول وما هادو هادو كاملين كيصيدوا فيهم حتى لحد الجامع ولاني يعني ملي كيكون البحر طايح راه كتنزل حتى لقدام كتمشي فوق الحجرات تنقز من هنا من هنا تحت لك شي حاجه تقدر تخشلها وسط الحجر تجبدها. اما دابا مع البحر حق خايب بحال كيرش عليا حتى لهنا يعني ما نقدرش الريسكي نوقف في الحجره تما ولا غادي ندير فيها واعر ولا ما كاينش واعر هو المقاطع. شوف بحال كيداير شوف تما دابا راه كاين الحجر شيف راس طيح راه واحد الحجره قدام كتبان ها هي هذا راس طيح ومع ذلك البحر كيكشكش وكيجي. انا نمشي جيت نفوت الجامع حسن الثاني من الهين ونديرو تما ثاني شي تصويره تكون زوينه. خوت انا نوريكم البحر دابا حدا الجامع ها هو راه قربت حدا الجامع ها هو البحر. لاحظوا معايا كي تما الصخر ياك يعني هذا المصيد كله صخر ها هو الصخر هنا كيبان لكم ها هو الصخر راه مريب على الهين قبل من المسجد. شوف هذا الصخر كيفاش شوف باش تعرفوا البحر خطر ما معاش لا شوفوا البحر اش داير. انا غادي نخلي لاكام فيكسيا باش تشوفوا هذا الصخر مثلا الا مشيت انا لهذاك الصخر يعني نقدر نمشي من هنا ها هو الصخر كيبان لكم شوف نقدر نهبط طق 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 ونمشي لهذاك الصخر شوفوا واش غادي يوقع من بعد هو الموج جاي داخل غادي يبقى واحد شويه ديال الوقت حيت الرسله معطله شويه ولكن كاينه هانتوما غادي تشوف اللي غادي يجي من البحر شنو غادي يدير.
عرفتي الجمرات دابا انا دايز الجمرات كتجي واحد الرسله كتكرر طرد الصخر كله الصخر كله كيتكرر. انا غادي نحاول نفيكسي لاكام فوق ركبتي شغل الحراجه تكالما كل شيء هرب ما كله هرب صافي وغادي تمشي كرس. شوف الصخر شحال بان فيه شوف هاي بانت فيه مسافه كبيره. واش غادي يدير غادي يخليك تطمن تثق وغادي يجي شوف لي اش داير شوف داير شوف يعني تقدر تكون كتصيد تما تيجي يضربك دابا شوف شوف الحراج ديال شوف شوف الحراج شوف شوف الصخر اللي بان فوق شوف شوف الحراج ديال كيفاش داير شوف الصخر تما شي اللي ضربات كي هادي اللي داز الا ضربك هاد الموت غيلقاوك وانا مخلط مع الريحه ديال القادو انا داك القادو في تمايا ريحه خايبه خارجه منها دابا مع الشتاء هاكا شوف شوف كترش عليا الماء من تحت شوف 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 صخر شوف شوف قبيله رجعت واحد البسله اللهم بارك انا جايه بجهده بوار يعني تخيلت راسي كنت واقف تما وين غتشت ما توقفش تبقى غادا ليحك 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 حتى لبرا هاد عمو كتاكل الزبل كتجمع داك الزبل اللي كيخرج من القادوس اول شيء ما كله ولا كحل ارسله ثاني جاي حتى الجامع من الليل ما كاين والو بحكم ان البحر بحر هربان ثقل اما كون كانت ماريه كبيره او يا سلام هاد شوف هاد الباساج هنايا ما غاديش تلقى شي طوموبيل داخله ولا شي واحد غادي على رجلي وغتلقاني غير انا جاي هنايا ها تا هو ها هو الصخر بدا يبان تا الموج الداخل شوف اش كيدير الموج الداخل الموج يقول كلمته ما عرفتش حق الكاميرا واش كتسمع الهضره ولا لا التليفون راه كيفلتري كيحيد الريح هاد الجو برو ما عرفتش واش كديره ولا لا على حرات كالما كنت بغيت نجي الصباح ولكن الصباح ما ساليتش راه الحجر ديال الحي ديال المسجد كيرضخ فيه البحر كيتلاح الماء تلفون ها تشوف شوف الصخر الصخر كله تعال الصخر كله تعال شوف الرسلة اش كدير ان شاء الله هادي هي الرسلة رسلة ورسلة قوية ماشي سيدي وحدة الله رو خصني نمشي نتغدى حان وقت الغداء هاي رسلة جاية تما شوف تسخر كيبان شوف هاد الموجة التانية اللي جاية من هنا جاية طاخ 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 جاية هاجا هنا البحر شوية طيح داير البحر خايب بزاف فين كنت كان البحر خايب بزاف درجة واحد الوقيتة ضرب موجات خايبين وكنت كنصحاب راسي كنشراح ساعي راه دايرة مود فوتو مدايرش مود فيديو حيدو من هنا طلعوا في حالاتنا
شفتها انا تيدوزتها بس لا كنت مغادر حتى لحد الجنة. هلا خوت تحياتي، حاولت نبارطاجي معكم الحالة ديال البحر اليوم. الحد كانوا كيقولوا يعني الساحل ديال المملكة فيما بين 4 حتى 6 متر، هنا تقريبا فيه غير واحد 4.5 حتى 5 كاع، حيت البحر كيف ما قلت لكم المارية مقجوجة ماشي كبيرة. وقلت شحال من مرة في هذا لي فيديو، حيت الا مشات حتى كانت المارية كبيرة غادي تلقاو الغدار ديال الله، غيبان لكم البحر كيف رقع على اقصى حاجه. بالنسبه لهاد الخرجات كتكون فيهم كتكون واحد الراحه نفسيه زوينه ملي كتشوف البحر كيرتاح وهذه، ولكن لا انصح بها اخوان. علاش؟ لان واحد ما عندوش درايه بالبحر راه غيصيدو غيصيدو، حنا كنعرفوا البحر وكل شيء ومع ذلك كيصيدنا. لهذا يعني لا انصح الاخوان انه فيما يشوف يكون البحر مهزوز ولا هذه يجيو يبداو يتفرجوا فيه وكذا، لان البحر كيكون خايب بزاف. كون كانت المارية كبيرة كان غادي يلوح الحجر، حجر كبير كان غادي يبدا يتلاح الفوق كيف ما كان شحال هذيك، والباساج ديال الباساج سوتيران ديال المسجد الحسن الثاني كان غادي يغرق بالموج اللي كيضرب الفوق، يعني الى هذه الدرجة وديجا واقع، ومازال ان شاء الله من هنا لقدام تقدر توقع. تلقاوني ان شاء الله هذيك الساعة نحضر معاكم ونتفرج معاكم فيه، ندير شي فيديو نيت نتفرجوا فيه. بالنسبة للفيديو ديال اليوم حتى لهنا سالات، حاولت غير نوثق معكم كيف ما قلت لكم الحاله ديال البحر، نشوفوا شنو كاين وشنو كيدير الموج وهذه. ايوا تحيه لكم الخوت، السلام عليكم ورحمه الله.